هي رابع مرة، وهلا كنت عند الجامعة في صراف هنيك لقيته معطل واجيت لهون، هاي ثالث مرة بجي على هذا الصراف. يعني في مشكلة فعلا، الصرافات عددها قليل كثير. ما في صرافات، صرافات واقفة، أغلب الصرافات واقفة. مشاكلنا مستمرة وكل شهر مع موضوع الصرافات تبع الصراف العقاري. مستحيل انك انت تقدري تقبضي باول الشهر اذا ما برمتي كل صرافات البلد، وبتلاقي وما بتلاقي، وعندك نسبه كبيره منها معطله، وحتى احيانا بتلاحظي انه كمان بعد النصف الاول من الليل، يعني بعد 9 10 بالليل بتلاقي حتى بيكون شغال وبس ما بيعطيكي، بيستعلم استعلام وما بيعطيكي مصاري. راتبي هلا ما بطو انا، ما في. هاي الصراف اخذوا لنا على اساس يصلحوه، صار له اسبوع كل يوم بيقولوا لنا اليوم عم نجي لهو، نطلع على الصراف اللي فوق بالمزه بنلاقيه فاضي، بتلاقي تبع البنك حاطين اذا عندهم 5-6 صرافات مشغلين صراف واحد. وين بدك تقبضي؟ وبعد عم نستنى بيجي على الصراف ما عم نلاقي شيء. من 10 ايام عم نحاول نقبض لحد الان ما قبضنا. هذا الشهر اول مره بيجي لهون، انه كان كثير عجقه. عم نيجي من اخر الدنيا حتى نيجي ناخذ الراتب. اليوم 9 شهر صرافات عقاري ما في، كلها واقفه. ها شفت عيونك، كله خارج الخدمه، خارج الخدمه دائما بيكون في عجقه.